أهلا بكم في السلطة الرابعة، والبداية بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية. إذاعة مونت كارلو تتوقع هدنة جديدة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي. وصحيفة القدس العربي تتحدث عن محاولة إبادة الثقافة الفلسطينية. يديعوت أحرنوت العبرية تقول إن الأردن تثير غضب تل أبيب. البداية من موقع إذاعة مونت كارلو الدولية، وأنباء عن هدنة مرتقبة بعد يوم من إعلان مقتل 24 جنديا إسرائيليا في غزة. وبحسب الموقع فقد اقترحت حماس هدنة لعدة أشهر ثم قلصت إلى نحو 30 يوما في محادثات مكثفة في القاهرة قد تصل إلى اتفاق في أي لحظة. وبينما يسعى الاحتلال للتفاوض على مرحلة واحدة في كل مرة، تريد حماس التوصل إلى صفقة شاملة. أشار الموقع إلى جهود جارية لإقناع حماس بقبول هدنة لمدة شهر يعقبها وقف دائم لإطلاق النار، لكن حماس تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق من أجل الموافقة على الهدنة الأولية. كما نقل الموقع عن مصادره أن الاحتلال عرض إنهاء الحرب مقابل نفي 6 من كبار قادة حماس، وهو العرض الذي رفضته حماس بشكل قاطع. هذا وقال الموقع أن الهجوم على غزة لم يتمكن من القضاء على القيادة العليا لحماس أو قدرتها على القتال. بالرغم من تدمير جزء كبير من القطاع وقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني، وأفاد مونت كارلو إلى أن الضغوط تتزايد على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق من أعضاء حكومة الحرب التي يترأسها وعائلات 130 رهينة ما زالوا في غزة. الصحافة العربية صحيفة الشرق الأوسط تناولت خطة أوروبية تقوم على الدعوة لعقد مؤتمر تحضيري للسلام ينظمه الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن والسعودية والجامعة العربية، وهدفه هو التوصل إلى ترجمة حل الدولتين إلى واقع على الأرض ولا يشترط حضور فلسطين والكيان. أفادت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي لم ينجح في إصدار بيان جماعي واحد يدعو إلى وقف لإطلاق النار منذ بداية العدوان على غزة بسبب خلافات أعضائه، لكن هذه المرة تقول الشرق الأوسط أن الأوروبيين على اختلاف توجهاتهم وصلوا إلى قناعة مفادها أن حرب غزة لن تحل مشكلة إسرائيل، وأن القضاء على حماس حتى لو تحقق لن يكون النهاية لأن أجيالا أخرى ستحل محلها. وتضيف الصحيفة أنهم يرون أن إنقاذ إسرائيل لن يكون ممكنا إلا من خلال التجاوب مع تطلعات الفلسطينيين الساعين إلى إقامة دولة خاصة بهم إلى جانب دولة الكيان. ونقلت الصحيفة عن وزيرة خارجية ألمانيا أن أولئك الذين لا يريدون أن يسمعوا شيئا عن حل الدولتين لم يقدموا أي بديل. أما وزير خارجية لوكسمبورغ فقال إنه بدون وجود إسرائيل حول الطاولة لن تحصل مناقشة. وتختتم الشرق الأوسط تقريرها بالتأكيد على أن الخطط الأوروبية لن تنجح إلا إذا تبنتها الولايات المتحدة القادرة على التأثير على الكيان. وفي ذات الاجتماع الأوروبي قال موقع عربي بوست إن وزير خارجية الكيان إسرائيل كاتس تعرض للسخرية بعد اقتراحه نقل سكان غزة إلى جزيرة صناعية في البحر الأبيض المتوسط. ونقل الموقع عن الجارديان البريطاني أن كاتس عرض مقطع فيديو حول هذا المقترح إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 27 كبديل لحل الدولتين. ونوه عربي بوست بأنه برغم النفي الإسرائيلي لما ذكرته الجارديان، أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل طرح الفكرة. كما انتقد الوزير كاس بشدة قائلا إنه جاء لعرض أفكار لا علاقة لها بالسلام، وكان يمكنه الاستفادة من وقته في مناقشة حصيلة الضحايا في غزة. ونقل الموقع تبريرا إسرائيليا بأن كاتس ذكر فكرة وضع منازل على الجزيرة ولكنه لم يشر إلى نقل الفلسطينيين إلى هنا، والفكرة هي ميناء لفحص البضائع القادمة إلى غزة. وفي مقال في صحيفة القدس العربي للرؤي إلياس خوري تحدث فيه عن خلق
خلق معادل للإبادة في غزة من خلال اضطهاد الثقافة الفلسطينية والمؤيدة لفلسطين في العالم. ويقول خوري إنه لم يجرؤ أحد في الماضي على منع ترجمات كتب غسان الكنافي على الرغم من تهمة الإرهاب التي ألصقها به الصهاينة. أما اليوم في زمن العنصرية والتوحش فكل شيء صار مباحا. ويذكر الكاتب أمثلة من الداخل الفلسطيني في اعتقال الفنانتين ميسى عبد الهادي ودلال أبو آمنة بسبب منشورات على مواقع التواصل. وخارج فلسطين الروائية عدنية شبلي حجبت عنها جائزة أدبية. والمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه سحبت كتبه من الأسواق. الكاتب سمى هذه الحملة فلسطينو فوبيا، وقد طالت كل من يعترض على مذابح غزة سواء أكان فلسطينيا أو مكسيكيا أو أمريكيا، والتهمة معاداة السامية. ويؤكد خوري أن الثقافة الفلسطينية تتعرض اليوم لخطر الإبادة، وهذا ما حصل عام 1948. واعتقد العالم أن قضية فلسطين يمكن اختصارها بالإعاشة التي تقدمها الأونروا. لكن الثقافة الفلسطينية قامت بترميم نفسها معيدة إنتاج الهوية على كافة المستويات، وهذه هي المعركة التي علينا ألا نستهين بها، وهي معركة الثقافة العربية بأسرها وليست معركة الفلسطينيين وحدهم. نشرت الصحيفة العبرية يدعوت أحرن تقريرا عن تدهور العلاقات الأردنية الإسرائيلية بسرعة مثيرة للقلق منذ 7 أكتوبر، وكيف يثير الأردن غضب الجانب الإسرائيلي. وبدأت الصحيفة العبرية من الجانب الدبلوماسي، حيث أن الكيان استدعى سفيره في الأردن بحجة أن بقاءه في المملكة يشكل خطورة عليه، في حين استدعى الأردن سفيره لدى الكيان. وأشارت الصحيفة إلى أن الملكة رانيا ملكة الأردن التي لم تتردد في إدانة إسرائيل وحدها، وأعربت عن أسفها لآلام الأطفال والرضاع في غزة دون أن تذكر ولو مرة واحدة ما سمته الصحيفة بالمذبحة الرهيبة التي نفذتها حماس. وأشارت الصحيفة إلى أن موقف وزير الخارجية أيمن الصفدي الذي أوصى بإضافة الأردن إلى الشهود ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية وبلهجة قاسية رفض تهجير سكان غزة. في ختام السلطة الرابعة نشكركم على طيب المتابعة ونترككم مع هذا الكاريكاتير. إلى اللقاء.